السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. إن شاء الله اليوم محاضرتنا حاولت أسوي لكم ملخص يفيدكم حتى اللي يريد يشتغل ضمن الكمل موديل انتركم مارجن بروجكت بالبرنامج الرئيسي يعرف شنو يختار. يعني هل يا ترى أن كل الأوبشنات الموجودة هنا أدخل عليها تفيدني؟ لا، هذا البرنامج يشتغل على أكثر من أوبشنز، فشنو الأشياء اللي أنت تختارها وتحددها هاي مطلوبة من عندك، أو شنو الأشياء اللي أنت أصلا تحتاج تحددها؟ وضحت لك إياها صراحة هنا بهذا الفيديو. أول شيء الكبلت موديل انتركمبارجن بروجكت يحتاج فاريبل، متغيرات. أنت أيا كانت المتغيرات، إذا أنت كنت ضمن البرانش مال الهيدرولوجي فتحتاج تقريبا هاي المتغيرات، أو تحتاج جزء من عندها، يعني مو شرط جزء، تحتاج بس اير تمبرتشر وبريسبتيشن، او تحتاج فقط صلب راديش، او تحتاج فقط انا اصلا بديت بحث كامل فقط وانديسبيد وبحث ايضا كامل فقط ريليتيف هيوميديتي. فتريد انت تدخل البرنامج فتحتاج الفاريبل اللي هو هذا موجود هنا. الفاريبل لازم انت تعرف المختصر مالته، طبعا من الاف المتغيرات. هذا هنا اذا تلاحظ عندك الفاريبل، هذا الفاريبل لازم تمليه. فالمفروض انت تدخل عليه من هنا من البلس تختار اوبشنات، هذا كذا هذا كذا. فأنا سويت لك صراحة حتى ما تظل إنه هذا يعني في محاضرة بها ملخص إنه الأير تيمبرتشر تي أي إس ماكس تي أي إس مينيمم. إذا تشتغل على واحدة من عندهم خلاص، إذا تشتغل فقط أير تيمبرتشر فقط بدون لا ماكس ولا مينيمم تختار تي أي إس، تمام؟ وإذا تريد هاي تي أي إس ماكس تي أي إس مينيمم. البريسيبيتيشن أكو بي آر سي، هاي مالك علاقة بي، هذا الفلكس يقصد بي، يعني مو إلك. البريسيبيتيشن فقط بي ار. الويند سبيد حسب عندك الويند اللي تتعامل وياها، نورث لو ايس لو تريد اثنيناتهم يو اي اس في اي اس، او تشتغل على وحده من عندهم. السولار راديشن الاشعاع الشمسي، هذا الرمز مالته ار ال دي سي اس سي اس، والريليتيف هيوميديتي اتش يو ار. نجي الفورمات اللي نختارها اللي ضمن البرانش مال الفيرنت ليبل اشوفكم اياه. هذا مو عندك هنا فيرنت ليبل، المفروض على اساسه تختار الفورمات اللي هو حينزل لك فيها البيانات. فالكابل موديل انت كومبارجن بروجكت راح يتنزل بصيغه النت سي اف دي. فالفايل مالته الميتا داتا بيس اللي احنا نسميه اما الفيرنت اي دي او الفيرنت ليبل للجنرال سيركيوليشن موديل او الجلوبال كلايمت موديل هو هذا ار 1 اي 1 بي 1 اف 1. وهنا وضحت لك كل ما شيء يمثل الار الريزيشن وهاي الاستلايزيشن ميثود والفيزيكال فورسين، تقدر تقرا عنهم بتعمق تقدر تاخذ بين تقرا. ايضا ضمن الاشياء المهمه اللي انت لازم تختارها والفريكوانسي، يعني هاي الديتا اللي انت تريدها ضمن شنو، شهريه صب شهري يومي سنوي، ايضا ضروري تختار هذا الشيء. انا صراحه بياناتي على حسب الموديل اللي انت راح تشتغل بيه. لاحظ هنا 1 اور 3 اور، يعني وكانه صب، انتبه عندك مونث عندك داي، تمام؟ عندك اكو وحدات ثانية اخرى يير. فاني صراحة بالنسبة لي الفريكونسي اللي احتاجها هو داي، تمام؟ حتى تعرف انا شنو الغرض من الفريكونسي، والديتا راح يخرج لك اياها بيا صيغة، حتى انت لازم عندك اوبزرفيت داتا، والداتا ينزل لك اياها من كلايمت تشينج، حتى بعدين تقارن وتسوي ايفالويشن لازم نفس الوحدات الزمنية. فاني عندي الداي فلازم اقارن ويا الداي. الام اي بي الايرور اللي هو كابل موديل انتركمبارجن بروجكت، هذا اول خيار، هذا اول اوبشن موجود بالاعلى، لازم انت تحدد تسوي له سيلكتد، تضغط عليه بلس وتختار الكابل موديل انتركمبارجن بروجكت. هذا هو ام اي بي، مجرد ما تضغط على بلس من هنا حدد له الكابل موديل انتركمبارجن، يعني تسوي له سيلكتد من هنا، تمام عيني. بعد عندك يا اوبشن السورس اي دي اللي هو يقصد مين موديلات اللي انت تختارها مال الجنرال سيركيوليشن موديل. سالت هواي ست احنا شلون نختار الموديلات، الصراحه ماكو فد بروتوكول خاص لاختيار الموديل، اغلب الاحيان يعتمدون على الليترشر ريفيو او انت تاخذ موديلات وتجربها وحسب الريزوليوشن اللي انت تريد تشتغل عليه. لاحظ هسه انا بالنسبه لعملي كنت مختاره هاي الموديل. طبعا بالمناسبه اذا انت تشتغل على متغير واحد، يعني انت مثلا الفاريبل مالتك فقط اير تمبرتشر او فقط بريسيبيتيشن او فقط ويند سبيد، فالافضل تاخذ فد 12 موديل 14 موديل. لكن اذا انت كان عملك يتضمن فد اكثر من ثلاث فاريبل، ف
فصراحة كثرة المديرات راح تجلب لك الارتباك. لاحظ الثاني عندي 5 متغيرات هناك اشتغل عليها، فمو مال اخذ 12 موديل او كذا، فاخذت 6 موديلات، وهاي الموديلات وزعتها على بلدان مختلفة. يعني اخذت الكونتري، واحد تشاينز، واحد كندا، واحد فرنسا، واحد يو كي، واحد يو اس اي، واحد شاغان. وهذا الريزوليوشن، وهاي النمبر اوف السامبل منبر. فنجي هناي بعدين شنو اللي عندنا، هاي يقصد بيها السيلكتد، وتسوي لهم جدول خاص بيه، تعطيهم الموديل مالتك، تسأل الاسم والانستيوت مالته والكونتري والهوريزونتال ريزوليوشن اللي هو اللانجيتيود واللاتيتيود مالته، وكذلك النمبر اوف. نجي هناي بعدين بعد ما حددت لك كل هاي الامور، اخر خيار اللي لازم تحدده هو الاكسبيرمنت اي دي. يقصد بالاكسبيرمنت اي دي هو الاميشن سيناريو، يعني السيناريوهات الخاصة بالانبعاث. بالمناسبة عندك العديد اللي يتحدثن كل فترة ينضافن. إذا أنت تشتغل على الموديل السادس اللي هو الكابل موديل انتر كومبارجن بروجكت السادس، تختار متغيرات الانبعاث بهذا الاسم الاس اس بي اس اس بي اس اس بي. لكن إذا كنت تشتغل على الخامس تختار الار ريبريزنتيف ار بي سي، هاي موجودة، لأن هذا الاكسبيرمنت اي دي ما يشمل فقط السادس الموجودات هنا، حتى القديمات مال التقرير الرابع والتقرير الخامس والتقرير الثالث، فكل الموجودات اللي فوق. فإذا أنت كان شغلك هسه هنا، إذا أصعب لك أنا شوي بعد هاي كل يمكن للثالث، أكو وحدة ريبريزنتيف كونستراكشن باث واي، أكو راح تلقى أصلا للخامس. هاي الار، هاي لاحظ هنا ار سي بي، ار سي بي هذني يشمل للخامس، وحتى اصلا هو كاتب يمهم كابل موديل انتر كومبارجن بروجكت للخامس، للخامس تمام يعني. لكن اذا انت كنت تشتغل للسادس فتختار جماعه الاس اس بي، تمام الاس اس بي. وان شاء الله راح ابين لك بالمحاضرات القادمه المختصر مالته شو اقصد بالاس اس بي، بالامشن سيناريو الخاص. ارتأيت انا اخلي لكم الاسم اللي خاص بيها، ليش احنا بالتقرير السادس اللي هو الاي ار 6 ريبورت، الهيئه الدوليه المعنيه بتغيير المناخ اللي هو الانتر جوفرمنت بانل كلايمت تشينج، التقرير السادس غيرت اسم الايميشن سيناريو، كانت تسميه ريبريزنتيف كونستراكشن باث واي مسار تركيز الغازات الدفينه، صار هسه اسمه شير سوشي ايكونوميك باث واي، يعني المسارات الاجتماعية أو الاقتصادية المشتركة، تمام عيني، سوشي ايكونوميك اقتصادية اجتماعية، المسارات المشتركة، المسارات الاجتماعية الاقتصادية المشتركة، هو هذا اختصار الاس اس بي، تمام عيني. هذا لما يستخدم، ارجع واقول يستخدم للكابلد موديل انتر كومبارجن بروجكت للسادس، تمام، لان بالخامس كانوا شو يسموهن، يسموهن بالخامس مجرد معلومه انه يسمونه ريبريزنتيف كونستراكشن باث واي، هالشكل اسمه كان ريبريزنتيف، هذا انه كانوا يستخدمونه، يستخدمونه للكابل موديل انتر كومبارجن بروجكت الخامس، تمام عيني. لكن السادس اسمه بهذا الصيغه اللي هي اس اس بي، فحبيت انه انا اوضح لكم على هذا الموضوع. هي هاي المعلومات اللي حبيت انه، لان هي لان صراحه شفت بعض الاخوه انه يدخل للبرنامج الخاص بي بالعمل ويحتار انه شنو يختار من هاي البرودكت اكتيفيتي، هل هي كلها تفيدني، هل هي كلها لازم انا استخدمها ام اقل ام كذا، تمام عيني. فسويت لكم فيديو عسى ولعل يفيدكم ان شاء الله، يكون مختصر للشرح المقبل اللي فات. صراحه احنا هاي المعلومات اللي نزلها لحضراتكم يعني جهد، أنا هذا بالنسبة لي إنه حتى فهمت الكلايمت تشينج والفيديوهات اللي نزلتها لكم والدخول للبرنامج والويب سايت ومركز أبحاث الأرض وغيره، كل هاي الأمور إنه إحنا أخذت عندنا وقت جدا كثير، فصراحة يعني ما أريد إنه هاي الأمور تأخذ من عندك أنت أيضا وقت، يعني عسى ولعل إحنا نكون سبب بفائدتكم. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت، اللي هي عبارة عن مجموعة من التوضيحات لخصت، تعتبر كملخص يعني سمرايز للأشياء اللي أخذناها الخاصة بالبرنامج. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تراسلنا على القناة إن شاء الله نجاوبكم، وإذا الأمر يستدعي نسوي لكم فيديو عنه فأيضا نعمل فيديو وننزله بالقناة.
لا تنسون دعمنا بالاشتراك ودعوة زملائكم الباحثين وطلبة الدراسات العليا يستفادوا من هذه المواضيع. نأمل أن نلتقيكم إن شاء الله بالمحاضرات القادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.